نسخة مكررة منك مشابهة ليك تماما، عارف كل مداخلك ونقط ضعفك وبيعرف يستغلها كويس جدا، بس هو مش من البشر، هو من الجن ومن العالم السفلي. كل إنسان فينا عنده قرين من الجن بيتولد مع ميلادنا وبيتبعنا طول الوقت، وغير معروف هل بيموت مع موتنا ولا بيفضل موجود. صحيح احنا ما بنقدرش نشوفه، بس هو شايفنا وموجود حوالينا طول الوقت، تقريبا ما بيفرقنيش. هو هتفكر انه بيساعدك او هيرشدك لطريق الخير او للصح، بالعكس ما بيعملش حاجة غير انه بيتوهك وبيخليك تضل طريقك وتمشي في سكة مش سكتك. تعالوا مع بعض نعرف معلومات اكتر عن القرين وقصص حقيقية حصلت مع اشخاص مش هتيجي ببالك انها ممكن تكون فعلا حصل. بس قبل ما نبدأ، لو انت لسه مش مشترك في القناة انزل اشترك بسرعة وفعل الجرس عشان توصلك حكايتنا اول باول. يلا نبدأ قصتنا. تعرف ان قرينك ممكن يساعد الدجال او الساحر عشان يقدر يعمل لك سحر ويأثر فعلا عليك، وان الساحر بيحتاج يعرف نقط ضعفك عشان السحر ينجح ويعرف يدخل لك ازاي ومنين، والوحيد اللي بيبقى عارف كل الحاجات دي عنك هو قرينك، وان المسافة اللي بينك وبينه بتبعد كل ما يكون ايمانك قوي. واحدة بتحكي وبتقول: انا كنت مهتمة قوي بالقراية عن الجن عامة وبالقرين تحديدا، والمواضيع دي كانت بتشدني جدا لدرجة اني كنت بنسى نفسي وقعد اقرأ عنه بالساعات، وكان جوايا احساس غريب اني عايزة اجرب استحضره او اقدر باي وسيلة اشوفه. فضولي كان هيجنني، كنت هموت واعرف عامل ازاي وازاي ممكن يكون حد شبهي بالظبط. امي دايما كانت بتقولي: اللي انت بتعمليه ده خطر وغلط، وبطلي اللي بتعمليه. شوية كانت بتقولي كده من مبدأ النصيحة وشوية بزعيق، بس أنا كان مخي قافل عايز أشوفه خلاص بأي شكل. ففي مرة وأنا بقرأ عنه قريت إن المراية من أقوى الحاجات اللي ممكن أستخدمها عشان يظهر لي، فقررت أقعد قدام المراية فترة طويلة وبصة ومركزة في ملامحي، وبدأت أقول اسمي بس بالمعكوس. أفتكر إني قلت اسمي بالمعكوس يمكن أكتر من 20 مرة، لحد مرة واحدة لقيت حد واقف ورايا في المراية شبهي بالظبط، بس عنده بعض الندبات السودة في وشه وبيبصلي وبيبتسملي. أنا مش قادرة أوصف لكم إحساسي وقتها، أنا حسيت إن أنا هموت من الرعب، أنا مش قد أصلاً اللي أنا عملته. بعدها دخلت في حالة نفسية فترة طويلة جداً لدرجة إني فقدت النطق، وكنت بروح كمان لدكتور نفساني بس ما كانش مصدقني، وكان مقتنع ان كل ده حصل لي بسبب هوسي بفكرة وجوده، بس انا متأكدة من كل كلمة قلتها. قصة تانية بيحكيها شاب 40 بيقول: انا اخواتي كلهم متجوزين ما عدا انا، كنت عايش مع امي اللي عمرها تجاوز 80، وفي يوم فتحت عيني لقيت امي داخلة عليا الأوضة ولابسة عباية لونها اخضر وماشية ببطء شديد وظهرها محني، وفضلت ماشية من اول الأوضة لحد اخرها. كلمتها بس ما ردتش عليا، ولقيتها طالعه تاني بكل هدوء بره الاوضه. الكارثه اني لما فوقت كده افتكرت ان امي اصلا في دار مسنين، حرفيا طريقه حركتها ومشيتها كانت ترعب، بس كل اللي جه في دماغي انها ممكن تكون ماتت ولا حصل لها حاجه. معرفش ليه فكرت كده، بس لقيتني بقوم البس بسرعه ورحت جري على دار المسنين. لقيتها كويسه وما فيهاش اي حاجه، بس المصيبه إنها كانت لابسة نفس العباية الخضراء اللي الكيان ده كان لابسها. ومن ساعتها وأنا حتى بحاول ما أفكرش ولا أفتكر اللي حصل معايا، لأن ببساطة مالوش تفسير. شخص ثاني بيحكي بيقول: أنا قبل طفل عمره 10 سنين، الموضوع بدأ لما ابني الأصغر منه لقيته طالع من الأوضة اللي كانوا بيلعبوا فيها الاتنين وبيصرخ ومنهار وبيقول لي: أنا طلبت من أخويا كوباية مية، ومرة واحدة ظهر واحد شكله غريب قوي من الأوضة، أخذ أخويا معاه تحت الأرض واختفى. طبعا أنا بقيت ببص لابني وفي بالي هو إيه الهبل والكلام الفارغ ده، وكل دماغي إنه خيال أطفال، لحد ما رحت الأوضة وما لقيتش ابني بجد. فعلا قعدت أدور وأنادي عليه في كل حتة في الشقة، الواد فعلا ما كانش موجود ولا له أثر. وبرضو كل تفكيري
إن ابني أكيد اتخطف، بس إزاي برضه هيتخطف والشقة مقفولة علينا ومؤمنة بالكامل؟ أم الطفل طبعاً بدأت تصرخ والجيران اتلموا علينا، وبدأت أحكي لهم اللي ابني الصغير قال. الجيران بقوا بيدوروا معانا على الولد، وفي منهم نزل يدور في الشارع، وواحد منهم قال لي إحنا برضو لازم ناخد كلام ابنك في الاعتبار ونجيب شيخ أحسن ويقرأ في الأوضة اللي حصل فيها الكلام ده، افرض ابنك عنده حق وإن الكلام ده مظبوط، لازم برضو تحط احتمالية حتى ولو نسبة صغيرة، المهم نمشي في جميع الاتجاهات. وبالفعل جبت الشيخ وبدأ يقرأ في الأوضة وفي الشقة كلها، وبعد كام ساعة لقيت ابني نايم على الأرض ومتغطي بقماشة بيضة، بالرغم إني مش فاهم إيه اللي حصل بالظبط، بس روحي رجعت لي لما لقيته. أخدته في حضني وبدأت أسأله أنت كنت فين وإيه اللي حصل؟ لقيته بيرد بيقول أنا كنت نايم. هو في إيه يا بابا؟ طبعا مش كل الناس هتصدق، بس ده اللي حصل معانا. والأغرب بقى إن ابني كل فترة برضو بيختفي ويرجع يظهر تاني لوحده، لدرجة إننا أساساً اتعودنا على اختفائه وظهوره، وبرضه لما بيرجع بيبقى مش فاكر أي حاجة. من أشهر الظهور الواضح جداً للشبيهة أو للقرين كانت قصة الإدميرال جورج تريون، تحديداً يوم 22 يونيو سنة 1893. كانت مراته عاملة حفلة كبيرة قوي في بيتهم في لندن، وأثناء الحفلة ظهر الأدميرال، كان نازل من على السلم بزي عسكري كامل، وعدى أوضة المعيشة من غير ما يتكلم نهائي ولا حتى يبص لحد، وفضل ماشي لحد ما وصل للباب وفتح وخرج. الكارثة بقى إن الأدميرال ده وقتها كان في مناورة بحرية، وإدى أمر خاطئ للعاملين في السفينة اللي كان راكبها بإنها تلف، وهي بتلف اصطدمت في سفينة تانية، بس كانت الصدمة جامدة جدا أدت لغرق السفينة والموت 357 بحار، وهو كمان كان منهم ومات. فازاي ظهر في بيته في الحفلة في نفس الوقت؟ بس تم تفسير اللي حصل ده وقتها على إن القرين بتاع الأدميرال كان بيعرف مرات الأدميرال إنه مات. فكرة وجود الشبيه ظهرت بوضوح في الأديان وفي الأساطير وفي كتير من الثقافات على مر التاريخ زي الحضارة الفرعونية، وكانوا بيقولوا عليه كا أو الروح المزدوجة، وهو الروح اللي بتملك نفس مشاعر وذكريات صاحبها، وظهرت كمان في الأساطير الإسكندنافية، وكانوا كمان بيسموه بفادو غاجر، وكان مفهومه عندهم إنه شبح الشخص وبيكون مشابه له تماما في المظهر والصوت حتى ريحة الشخص، وكمان نفس التصرفات. وفي الأساطير الفنلندية كان بنفس الأوصاف والكلام، بس بيشيروا بصورة واضحة إنه نوع من أنواع الجن. وفي الأساطير الإسكتلندية تجسد الشبيه في الأنكو، وهو كان بيظهر كنوع من أنواع الإنذار إن الشخص ده هيموت. طب تعرف كمان إن في نظرية اسمها الشبيه أو الدوبلينجر، وهي عبارة عن نسخة مطابقة تماماً منك، ساعات بتظهر النسخة دي للناس المحيطة بيك بالرغم من إنك عايش وعلى قيد الحياة، وبتقول إن لو حد من أصدقائك أو عيلتك شاف الشبيه أو بمعنى أصح القرين الخاص بيك ده دليل على إنك في خطر، ولو أنت نفسك شفت قرينك ده معنى إنك هتموت قريب. وثقافات تانية اعتبرته التوأم الشرير للشخص، وناس تانية شايفة انه نوع من انواع السحر او اللعنات. وطبعا نظرا ان ظهور الشبيه ملوش اي تفسير علمي، فمصنف ان وجوده ظاهرة خارقة للطبيعة. دي كانت حكايتنا النهاردة، لو عجبتك اعمل لايك وشير الحلقة لأصحاب، واحب اقول اني مجرد بنقل لكم تجارب شخصية والحكايات المشهورة عن القرين، ولا اعلم بالطبع مدى صحة الروايات اللي اصحابها بيحكوها، وارد تكون صحيحة وارد تكون مغلوطة، بس كل اللي نقدر نأكده انه فعلا موجود، لكن هل بيظهر لناس معينة؟ العلم عند الله. اكتب لنا رأيك في الكومنتات وقول لنا تفتكر فعلا بيظهر لناس معينة وايه سبب ظهور. بس كده، استنونا في حلقة جديدة من حكايات نص الليل. كانت معاكم تيم، اشكركم على المتابعة ودمتم بخير.